أثارت عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة أثارت تساؤلات كثيرة. هل ستنتقم إيران؟ وما هي خياراتها؟ الوقائع الجيوسياسية الحالية تقلص خيارات الرد الإيراني بأربع خيارات أحلاه أمر. الخيار الأول استهداف مباشر، فما تقوله إيران مثلاً عن استهداف ميناء حيفا تبدو تصريحات للاستهلاك المحلي، فهو يأتي مع حتمية التورط في حرب. أما الخيار الثاني يكمن بالرد عبر الأذرع مثل ميليشيا حزب الله، فللنظام الإيراني تاريخ طويل في تجنب الصراع المباشر في المنطقة، لكن لهذا الخيار تبعات أيضا، فمع وصول إدارة جديدة للبيت الأبيض وسعي إيران لإرضاء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يبدو هذا الخيار غير مناسب. خيار آخر قد يطرح على الطاولة هو القيام بعمليات اغتيال انتقامية في الخارج، لكن مثل هذا الخيار قد يضع النظام الإيراني بمواجهة عالمية وخصوصا أمريكية. الخيار الرابع هو التصعيد النووي، يبدو أنه الأرجح، وهو ما تمثل بموافقة البرلمان الإيراني على مشروع قانون يجبر الحكومة على استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. ينص مشروع القانون أيضا على تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة في المنشآت النووية في نطنز ومنشأة فوردو تحت الأرض، لكن هذا الخيار الأسهل هو أيضا يزيد من عزلة إيران ويحول مشكلتها النووية من أمريكية إلى أوروبية وأممية.